بما يخص أرقام الدين الخارجي، طبعا هذا موضوع جدلي منذ سنوات طويلة، يعني على حجم الدين الخارجي هناك جدل، بس بالإجمالي أنا أؤكد على صحة الأرقام اللي أشار إليها الزميل دكتور نبيل، يعني مع تحفظي على ديون الخليج هذه يعني من وجهة نظري أعتبرها ديون ساقطة، لأنها ديون كريهة يعني لم تطالب بها دول الخليج، ولا أعتقد أنها أكو بالاقتصاد، أكو بالاقتصاد هيك مصطلح ديون كريهة؟ شو ما مر عليها؟ عفوا؟ أكو بالاقتصاد هيك مصطلح ديون كريهة؟ ما افتهمت. أقول أنت سميتها ديون كريهة. ديون كريهة لأنها يعني تم إقراضها لتمويل الحرب، ولذلك تسمى ديون كريهة، وهذا مفهوم علمي دولي متفق عليه. أنا حضرت مؤتمر في عام 2004 حول الديون الكريهة، ومؤتمر في برلين، وكانت حملة دولية قوية لشطب هذه الديون، ومعظمها تم شطبها في نادي باريس، لكن بعض الدول الخليجية مع احترامي لها احتفظت بها الديون، لم خلينا نستثني هاي الديون الكريهة. شقد نبقى احنا مطلوبين؟ شقد اكو دين للعراق غير الديون الكريهة؟ 61 152 شقد يعني تقريبا؟ مشوش، ما سمعت سؤالك. يعني احنا مجموع الديون علينا 152 حسب تقرير البنك الدولي. عزيزي، ارقام البنك الدولي غير دقيقة، مثل ما قال الزميل نبيل للتو، الدين الداخلي حسب البيانات الرسمية للبنك المركزي، وأنا تأكدت منها للتو، هي بمقدار 70 تريليون دينار، وهذه نجمت بالدرجة الأولى خلال سنوات الأزمة وانخفاض انهيار أسعار النفط. 70 تريليون دينار هذا هو الرصيد في نهاية الشهر السادس من هذه السنة، ويعادل حوالي 54 مليار دولار، هذا الدين الداخلي. أما الخارجي فالحقيقي هو 21-22 مليار دولار.